بكم مع فيديو جديد من قناة مصنع المعلومة. المنتج اللي معانا النهاردة من شركة مولينكس، تمام. الشركة دي يعني ليها تجربة كويسة مع المستخدم المصري، تمام. معلومات كده بسيطة، في مولينكس أصلي فرنساوي، في مولينكس أصلي مصنوع في مصر، يعني في مولينكس صنع في مصر، تمام. ده أصلي وده أصلي. الفرق ما بين ده وده السعر بيبقى أعلى، تمام. بالنسبة للمولينكس الفرنساوي لازم نعرف نقرأ الكرتونة زي ما احنا اتعودنا في الفيديوهات اللي فاتت، نعمل لايك على الفيديو، ولو انت اشتريت المنتج ده ولقيت فيه ميزة او عيب اكتبه في التعليقات تحت، احنا بنستفاد كلنا من التجارب بتاعت الناس. بداية ده شكل محضر الطعام المولينكس، تمام. الشكل بتاعه تمام. هنا بيقول لك 38 وظيفة، تمام. ومدرج معاه 14 ملحق، يعني الحاجات اللي هي الايه اللي بيستخدموها يعني، تمام. طيب ده شكل الايه كرتونيات ميد ان فرنسا، ميد ان فرانس، تمام. شكل الكرتونة من فوق. طب الاصدار ده اسمه ايه علشان ما حدش يضحك عليك؟ اسمه اف بي 737 1 بي ام، تمام. هتلاقي فيه منتج زيه بالظبط بس 34 وظيفة او 24 وظيفة او كلام من ده، فكل واحد بيفرق عن التاني في السعر بتاعه، تمام. مرفق مع المنتج كتيب، تمام. في وصفات للأكل والكلام من ده، وفي نظام للأمان، تمام. في 2 سرعة، 2 سرعة. في نظام تعليق، مقابض قابلة للخلع لسهولة التنظيف والتنظيف تخزين. في نظام سهل التركيب، بيتركب الوعاء والغطاء في خطوة واحدة بالشكل ده، تمام. هنا بيتكلم اهوت عن المنتج بتاعه ان هو خبرة فرنسية، تمام. وبيتكلم على المنتج، تمام. خلاص. طيب هو كم واط المنتج ده؟ 1000 واط، تلاتة لتر، يبقى 1000 واط وتلاتة ايه لتر، تمام. ده كانت المعلومات الايه في السوق المصري تحت 4000 جنيه، تمام. شكرا لكم.